السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. الإناث اكتملت من بناء الأعشاش، وبعد ما نفخت على البطن لاحظت أن الذكر جاهز للتزاوج والأنثى جاهز للتزاوج. الأنثى قامت بعملية بناء العش والذكر جاهز للتزاوج. طبعا عندنا هون اللهم صل على سيدنا محمد، هذا تزاوج اللونج شاير مع اللارجت حاليا تحت فراخ بإذن الله تعالى. وقت التحجيل رح فرجيكم الفراخ، وعندنا هون جوز أوبا الأغات موزايك وأغات موزايك ريد، أغات موزايك وأوبا موزايك ريد، أغات ريد موزايك. طبعا هذا التزاوج رح أحكي لكم عنه، ليش زوجت هذا النوع لهذا النوع أيضا بالتفصيل رح نحكي عنه. طبعا حاليا عقوم على عملية تجهيز البودوفان، لسه الأنثى راح تجهز بشكل كامل تقريبا، بس الذكر باخذ شوي عبقوم على عملية تجهيزه. حكينا عن موضوع تجهيز الأجنبي، ولكن حلقتنا اليوم تحكي إدخال الذكور على الإناث. أول شغلة اللهم صل على سيدنا محمد، راح نبدأ بذكر أغات موزايك. طبعا أتمنى الكل يضل معي لنهاية الفيديو، في معلومة أول مرة راح أحكيها عن موضوع الإناث اللي ما بتبني الأعشاش، هذا اسمه ريد أغات موزايك، هذا طبعا حاصل على المستوى الأول على تركيا، هذا النوع ما شاء الله تبارك الرحمن. راح نقوم بعملية إدخاله على الأنثى تبعه. طبعا بعد ما نفخت على بطنه تأكدت من المزبل وجاهز، وقصيت الأظافر للأنثى، وقصيت أظافر قصيت الذيل أيضا للأنثى. وهلق هي أول عملية تزاوج راح تكون لهذا الذكر، طبعا البلاك تبعه بلاك 23 والأنثى بلاك 23. طبعا شباب في حال صار عندي تزاوج أنا لهذا النوع من الطيور أول مرة بتزاوجوا، فعندي احتمالين، إما يطلع البيض كامل مخصب أو يطلع البيض فاضي. طبعا هذا البيض الفاضي في البطن الأول هذا الأمر طبيعي جدا، هذا الأمر طبيعي جدا أحكي لكم عنه، خليكم معي لنهاية الفيديو. طبعا أتمنى اللي ما ضغط على زر اللايك يضغط على زر اللايك، واللي ما اشترك في القناة يشترك في القناة ويشاهد كل ما هو جديد عبر قناة فن تربية الطيور. طبعا هذا ذكر اللارجت ما شاء الله تبارك الرحمن مستوى حلو، راح زوجه لأنثى. طبعا هذه الأنثى أيضا قامت على عملية بناء العش، راح زوجه لأنثى مفتل جنوبي. هاي أول مرة بقوم بهاي العملية تزاوج اللارجيت مع المفتل الجنوبي. طبعا كان بيناتهم التوالف، حكينا عن موضوع التوالف انه لازم يكون الذكر يرى الأنثى والأنثى ترى الذكر حتى موسم الإنتاج نقوم بعملية الفصل، حتى موسم الإنتاج نقوم بعملية الفصل لحتى ما نوقع بمشاكل، ومن ضمن هذه المشاكل عدم قبول الذكر للأنثى أو عدم قبول الأنثى للذكر. بهالحالة هاي راح يصير في عندي رفض وبيض غير مخصب. لهذا الأمر من الواجب أن يرى الذكر الأنثى والأنثى أن ترى الذكر في موسم التجهيز. طبعا مثل ما كنتم شايفين حاليا هون أنا قاعد حاطط الفاصل الكرتوني بين الذكر والأنثى لزوج الجلوستر. الأنثى الجلوستر لحد الآن ما جهزت بشكل كامل، طبعا الأنثى بلاك 22، الأنثى بلاك 22، ومن أساسيات عمليات التزاوج عند الطيور مثل هلا هاي الأنثى المفتلة الفوق اللي حطيت مع ذكر اللارجيت، ذكر اللارجيت هو بلاك 21 23 عفوا، والأنثى بلاك 22، يعني الأنثى سبق لها أن قامت بعملية إطعام الفراخ، وهذا أفضل أنواع التزاوج أن يكون الذكر أصغر من الأنثى أو تكون الأنثى أصغر من الذكر حتى يكون في عنده خبرة في عملية التزاوج، في عملية إطعام الفراخ، وأيضا في عملية بناء العش. المعلومة اللي بدي أقدم لك إياها اليوم واللي صارت معي أنا شخصيا، هاي الأنثى جاهزة للتزاوج 100% ولكن لم تقوم على عملية بناء العش. طبعا هلا في ناس رح تلاقي أبو النصر أنت مزوج ذكرين، القناع الأحمر بدل على أنه أنثى ذكر، ولكن شو القصة عندك هون؟ قناع أحمر كامل، لون أحمر كامل، ومع ذلك هذه أنثى. راح أحكي لكم بموضوع آخر بإذن الله تعالى عن هذه الأنواع من الطيور اللي بتكون بقناع أحمر كامل، وكلاتكم تعرفوا أنه القناع الأحمر بيميز الذكر عن الأنثى، ولكن لماذا هذه الأنثى بالقناع الأحمر؟ اللي بيعرف اكتب لي بالتعليقات. طبعا هاي الأنثى ما قامت على عملية بناء العش على الإطلاق، بعد أن قمت بإدخال الذكر على الأنثى، طبعا هي بلاك 23 والذكر بلاك 23، ولكن عندما أدخلت الذكر على هذه الأنثى قامت بعملية بناء العش بشكل مباشر، طبعا البطن تبعها جاهز.
معلومة مهمة كتير. لما بيكون الأنثى بطنها جاهز للتزاوج ولم تقوم بعملية بناء العش، أدخل الذكر عليها بشكل مباشر، لا تنتظر حتى تبني العش. ترى إذا بدك تستنى لحتى تبني العش وتبيض، راح يصير في عندك مشاكل كتيرة، ومن ضمن هذه المشاكل البيض الغير مخصب، لأنه البيضة بتكون اكتملت وعنقود البيض بيكون اكتمل، وهذا الأمر راح يسبب لك أنت مشكلة أنه البيضة اكتملت وما صار عملية تخصيب. مثل ما كنتم شايفين هلا الذكر عم يتفقد العش، عم يقرب لعند الانثى، ما في اي شجار. طلعوا كيف الذكر وقف حد الانثى بدون اي شجار، طلعوا على الذكر كيف وقف حد الانثى بدون اي شجار، وهذا بسبب اني كنت ماني فاصل بيناتهم في موسم التجهيز. لما كان عندي وقت تجهيز ما فصل بيناتهم، بالعكس كان الذكر عم يشوف الانثى والانثى عم بتشوف الذكر، والانثى عم تسمع صوت الذكر والذكر عم بيسمع صوت الانثى. طيب يا ابو النصر شو دليلك على هالكلام؟ الدليل الكل يصلي على سيدنا محمد. هاي اول ثمار، اللهم صل على سيدنا محمد، هاي اول ثمار موسم انتاج 2024، اللهم صل على سيدنا محمد. قوم شوي، ما شاء الله حنون كثير لك، حتى الفراخ ما عم تركون. مثل ما كنتم شايفين هاي الفراخ تحتها، هاي اول ثمار لموسم 2024. شوفوا حطيتها حتى محلها ولا قامت من عند الفراخ. طبعا الذكر موجود معه، الذكر موجود معه. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى راح أحكي لكم عن طريقة إطعام الفراخ في البطن الأول والثاني، يعني من لما بيطلع الفرخ من البيضة حتى الفطام شو بقدم له أنا تغذية لكل زوج، لكل زوج. طبعا رح نحكي ايضا عن عملية التلوين لنوع الاغاد ولنوع الاوبال، وبالاضافة الى ذلك ما نحكي عن اللون الابيض وطريقة انتاجه بشكل احترافي. بتمنى هالفيديو يكون على اعجابكم، بتمنى الكل يضغط على زر اللايك، بتمنى الكل يشترك في القناة، والى هذا القدر اكتفي معكم بهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.